احنا علاقتنا طيبة بالكل يا جماعة، علاقتنا طيبة بالجميع. ده حتى يعني في أصعب الظروف، احنا لما، ومش عايز أقول أسماء دول دلوقتي لأن احنا زي ما انتوا شفتوا الأمور كلها تجاوزناها، وأنا كنت عارف كده إن حتى لو في خلاف مع دولة شقيقة من خلال السنين اللي فاتت هنتجاوزها. حتى الأزمة اللي موجودة مع دولة زي أثيوبيا في موضوع سد النهضة، انتوا بتلاحظوا ان احنا ما بنقولش كلمة واحدة او تصرف واحد يسيء. ما كناش نقول حاجة جيدة ما نقولش، ما كناش حاجة نبني ما نهدش. فأرجو ان احنا بس نخلي بالنا قوي من 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 الموضوع دوت. وأرجو، انا بكلم كده مواقع التواصل وبكلم حتى ساعات بلاقي بعض الزملاء في الإعلام، يعني أرجو لو في خط، لو في تصريح هنقوله كدولة بشكل رسمي. فلو احنا ما قلناش ده يبقى الأمور كلها ماشية طيبة. طب احنا بقى نبني ولا نسيء ولا نحسن؟ نخلي بالنا يعني. شكرا جزيلا.